هذا اليوم ينضم الينا هنا في الاستوديو السيد شريف سند الخبير الاقتصادي. شريف صباح الخير. صباح الخير مهند. صباح مرحبا شريف. لاحظنا كيف تفاعلت الاسواق بشكل ايجابي في بدايه تداولات الامس مع التوصل الى اتفاق بين الترويكا الدائنين وكذلك قبرص، لكن اليوم تعود الاسواق للتراجع بعد حديث رئيس المجموعه الاوروبيه يوم امس عن امكانيه فرض مثل هذا الحل على الدول التي تحتاج او المتعثره الاوروبيه الاخرى التي تحتاج الى برامج دعم مستقبلا. ولذلك كنا شاهدنا تراجعات حتى في الاسواق الاوروبيه والامريكيه يوم امس، فما هي قراءتك لمثل هذه التصريحات؟ طبعا اشوف مراد، هو احنا ما رايناه في قبرص في الوقت الحالي، وطبعا هذا يمكن يعتبر يعني بيثير المخاوف من جانب المستثمرين ومن جانب صاحب الودائع داخل البنوك داخل الاتحاد الاوروبي بالكامل او داخل منطقه اليورو بالكامل. اذا ما فعلا ما تم تطبيق مثل هذه النظريه او مثل هذه الخطوات في اي دوله اخرى، هذا فعلا دوله اوروبيه اخرى، هذا فعلا قد يثير المخاوف من تحركات اليورو في الفتره المقبله. يمكن احنا بدانا نتحدث عن دولة جديدة داخل الاتحاد اليورو، بدأنا فعلا نتحدث عن مخاوف، وهي سلوفينيا. تحدث عن مخاوف داخل البنوك في سلوفينيا، تحدث إذا ما فعلا تم تطبيق مثل هذه الخطوات داخل بنوك اليونان أو داخل البنوك الأخرى مثل أيرلند أو البرتغال وما إلى ذلك، أو حتى إيطاليا. يمكن إحنا رأينا تحركات من جانب إيطاليا في الفترة الحالية للخروج من الأزمة، ولكن إذا ما فعلا تم تطبيق مثل هذه الخطوات في أحد البنوك الأوروبية الأخرى، فهذا يعتبر نذير سيء جدا بالنسبة لتحركات اليورو في المستقبل. الامر اللي احنا رايناه طبعا هو امر غير متوقع تماما، التحدث عن تامين الودائع داخل البنوك، واذا ما لم يكن مؤمنه في هناك خساره تصل 40% او رؤوس الاموال اكثر من 100,000 يورو يكون هناك فيها ضرائب تصل الى 10%. هذا امر طبعا غير متوقع، وبالتالي رجعت المشكله على اصحاب رؤوس الاموال. قد نرى فعلا تحرك رؤوس الاموال بقوه من خارج قبرص، ولكن هو غير متوقع تماما ان احنا قد نرى مساعدات من روسيا في الوقت الحالي حتى نرى اي تحرك ايجابي من جانب المركز الاوروبي. لكن ما الذي يمكن ان تقدمه روسيا في هذا الشان في ظل حاله الاستنفار التي اعلنها بين القوسين التي اعلنها بوتين؟ اكيد طبعا هو شوف، هو احنا يمكن روسيا طبعا هو كما تحدثنا هي كانت بدايه المشكله وضع خطط او وضع خطوات او وضع حتى قوانين جديده لتحركات رؤوس الاموال الروسيه داخل البنوك القبرصيه، بما انه طبعا معروف ان معظم رؤوس الاموال الضخمه داخل قبرص هي رؤوس اموال روسيه، وبالتالي كان هذا في استنفار او في ردود افعال كانت سلبيه قويه جدا اتيه من روسيا. التحدث مره اخرى ان روسيا قد تساعد بقروض الى حد ما، هذا امر غير متوقع، خصوصا ان احنا متوقعين ان روسيا كان قد يكون فيها لها جزء من نعم الاسبوع الماضي لم تتحرك روسيا ولم تدي اي اهتمام بالمساعده، لماذا الان بعد اقرار هذه الخطه بهذا الشكل تقول انها مساعده للتدخل شوف من خلال اعاده هيكله القروض؟ اكيد طبعا انا بتفق معك، خصوصا ان هناك في قروض بالنسبه قامت بها روسيا لانقاذ قبرص او في العام 2011، وبالتالي طبعا رؤوس الاموال الروسيه الموجوده داخل قبرص. يمكن احنا بنرى مره اخرى سيناريو ما بين روسيا وما بين قبرص اللي رايناه ما بين الصين وبين اسبانيا بشراء السندات او المساعده او ضخ حتى مزيد من الاموال داخل البنوك المركزيه البنك المركزي الاوروبي. يمكن هذه يمكن تعطي تطمينات اكثر للاسواق ليس الا، ولكن طبعا احنا ما سوف نراه في الفتره المقبله، لان روسيا اذا فعلا ما تم تطبيق مثل هذه القرارات في الوقت الحالي متوقع ان هي تطبق اذا ما تم اغلاق اذا ما تم استمرار اغلاق ما بين قوسين اغلاق البنوك داخل قبرص، فان روسيا طبعا سوف يكون عليها خساره ضخمه، وبالتالي هو غير متوقع تماما ان روسيا قد تقوم بضخ مزيد من الاموال او حتى اعطاء قروض للمركز الاوروبي الذي بدوره سوف يتم مساعده قبرص. في مشكله مراد داخل الاتحاد الاوروبي في الوقت الحالي للاخبار الرماديه، يعني احنا غير متوقعين تماما ما هي الخطوة القادمة من جانب الاتحاد الأوروبي. اليوم احنا نتحدث ان ايطاليا سوف تقوم ببيع بونز او اصولات خزانة قد تصل للست شهور المقبلة. عدم وجود الحل السياسي داخل رئاسة الوزراء الايطالية، هذا طبعا بيكون ليه ضغوط ايضا مرة اخرى على اليورو. انخفاض اليورو مستويات 1.28 هذا امر غير مبشر تماما مراد، خصوصا احنا بدانا نرى ان هناك في عديد من الوضع السياسي في ادنى مستويات في عده اشهر. اكيد اكيد مراد، وكنا هناك في توقعات ان احنا قد نصل لمستويات الدولار 35 سنت، خصوصا هذه كلها توقعات تكنيكال، يمكن وصلنا لمستويات 30 او 31، ولكن مره اخرى نصل عند مستويات 1.28 هذا امر قد يشير الى مستويات الدولار 20 سنت مره اخرى كما كنا في منتصف عام 2011.